ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل التواضيع. في إطار الجولة ديالنا الصيفية في بعض المدن الشاطئية، حنا بشاطئ الجديدة، سولنا الزوار وكذلك الجديدين كي كيجيهم هذا الشاطئ. إلا بغيتوا تعرفوا كي كيجيهم هذا الشاطئ أجيو معايا. الشاطئ ديال المدينة الجديدة فإنه شاطئ يعني جميع الأجناس كتجي ليه، جميع المدن تيتوافدوا على مدينة الجديدة بحكم هذا الشاطئ هذا ديال مدينة الجديدة. ماشي الشاطئ هذا بالضبط اللي حنا فيه، ولكن جميع الشواطئ اللي على ديال مدينة الجديدة، بأنهم شواطئ جميلة ونظيفة تبارك الله، وحسن الاستقبال وحسن المعاملة من جهة الأمن، كذلك الشواطئ مؤمنة، رجال الأمن، أعوان السلطة، قوات المساعدة، كل شيء تبارك الله، اللهم بارك وزيدنا في ذلك ونجينا كذلك من المهالك. خويا بالنسبة لي أنايا أنا كسباح بعدا أولا قبل كل شيء، يعني عندي مع السباحة، تعلمت السباحة منذ الصغر. أنا تنقدر هذوك الناس هذوك السباحين المنقذين السباحين، يعني عليهم واحد المسؤولية على العتيق ديالهم كبيرة بزاف، يعني خاصهم الحيطة والحذر، وخاصو تكون بعدها أول حاجة قبل تكون عنده حاسة النظر، يعني النظر يكون يعني كي يعني كنسميوه حنا الرفلكس، يعني خاصو دائما يكون على بال. شاطئ هنا دوفيل الجديدة، وفي هاد البلاصة هادي شاطئ زوين مقارنة مع شحال هادي، شاطئ مزيان فيه خدمات، كاين خدمات، كاين مثلا الماكلة بغيتي تاكل، كاين الأمن، وكاين حتى الباركينغ، كاينين المتر ماجور كاينين موجودين، وكيعطيك تبع النصائح وبعض الإرشادات هكا قبل ما تدخل ضروري. والنظافة على عموم الشواطئ المغربية راك عارف، كاين الناس اللي كتنقي وكاين الناس اللي كتوسخ، ولكن غالبا يعني شاطئ نقي، كاين عموم نظافة كل من صباح صباح كيديروا الخدمة ديالهم بخير وعلى خير. لا يعني ماشي بالمدينة الجديدة وافد وصافي، ولكن الحمد لله يعني ساكنين في الجديدة وعارفين شنو كاين هنا في المدينة. قطع جديدة زوين مقارنة مع بعض الشواطئ أخرى زوين. الناس اللي كيجيو للمدينة الجديدة مرحبا بكم. أولا بحر اليوم راه شوية طالع وكاين شوية ديال الكوران، ولكن لابلاج مزيان الحمد لله، كلشي مزيان في جديدة وكلشي رخيص، مرحبا بكم. شوية الله يجعل البركة، الحوت قلال شوية ولكن باقي شوية البركة، اللي بغى الإنسان اللي بغى يخدم وداك الشيء راه كاين تبارك الله، بارك الله يجعل البركة. النظافة خويا شوية، النظافة مهمولة هنا شوية، ماشي هاد لابلاج شوية، خصو شوية ديال النظافة وخصو شوية ديال الإمكانيات، لأن ما دايرين قايمينش بالخدمة ديالهم، لأن بالنسبة للأزبال وهاد الشوك اللي كاين هنا خصو يتحيد، وخصو يكون مراحيض، خاصو يكون بزاف ديال الإمكانيات خاصها تدار هنا. كاين شوية ديال الفرق، ولكن شي فرق بسيط، فرق بسيط ما كاينش شي فرق كبير. بالنسبة للقهاوي، بالنسبة للإنسان فين ياكل، الإنسان فين يدور، كاين شوية ما يتشاف، ولكن باقي لابلاجات خصهم يتنقاو شويه.